جسر السويس في ناحية الهوير بمحافظة البصرة بدأ الإنشاء به أو بدأ إنشاؤه عام 2008، ونحن الآن في عام 2019 ولم يكتمل، وقد ترك وسرقت الأموال المخصصة له كما يقول العراقيون. دعونا نشاهد. جسر من 2007 والكل تدري، كل المحافظين اللي اجوا وراحوا الله يستر عليهم، يعني جسر صاير له من 2007، يعني ما اعرف كم سنه، يعني هذا لو عد الصين مثلا، عد الصين شافروا الكره الارضيه به من 2007 ل 2018 يفرون الكره الارضيه بجسر. والله العظيم هذا لو اطيل على العراقي وابو ليله يمكن يكملونه بسنتين ونص، يعني اذا اعرف اللي المقاول اللي اجى وراح اللي اجى وراح، وين الدوله عنه؟ يعني مقاول يجي من الرمادي يشتغل بمحافظه البصره، وابن البصره ما يشتغل، كلفته سكرفته ممسوحه الرقم مالته. يعني اناشد، انا طبعا اناشد مو احرض، اناشد وزاره الطرق والجسور، الاعمار والاسكان، الامه العربيه، الاسلام، الدين، المراجع، الحكومه كلها. عمي ما احرض وانما اناشد، شوفون نحلل هذا الجسر شنو تاليده. هو ها هو الجسر، هذا الجسر العملاق، الجسر اللي ماكو منه في العالم. يعني هذا شوف عابر نهر الفرات بين ناحيه الهوير وناحيه الامام الصادق، يعني نسميها بني منصور احمد بن علي، يعني تعبر هاي هنا تمشي مشي. يعني هذا عيد افتهم شنو شغلته،